هذه الطرمبة الجديدة؟ على الله هيو. وهذه الطرمبة اللي كانت راكبة على السيارة؟ متى بدلتها؟ قبل أسبوع غير الطرمبة. شغالين في السيارة وبنخبركم بعد شوية إيش اللي صاير. طبعاً طلعنا نجرب السيارة الآن وبنشوف كمان مكان فيه طلوع، ولكن ما شاء الله تبارك الله الحرارة ثابتة، ما عاد ارتفعت نهائياً ولا زالت التجربة جارية. سيارة طبعاً سوبربان موديل كم؟ 2012. هذا وصلنا آخر الطلعة وما شاء الله لا زالت ثابتة، وبإذن الله أنه نقول إن شاء الله أن السيارة انحلت. طبعاً العميل ما كان عنده مشاكل وراح غير طرمبة موية أمريكية زي ما يقولون، وللأسف ما ضبطت السيارة، كانت ما تسخن بس كان فيها صوت أصبحت تسخن، بعدها جاب لنا الطرمبة الأصلية من الوكالة وانحلت مشاكل السيارة. طبعا هذا سعرها 1207 ريال مع البلف، لذلك النصيحة يا جماعة الأمور المهمة زي طرمبة الموية لا تغير إلا الأصلي، لأنه لو صارت ارتفاع حرارة راح يتلف لك محرك السيارة بسبب انك وفرت شوية. هذا هو الان الله يعوض عليه، بدل ما يوفر راحت الطرمبة بلوشي وجاب غيرها وخسر مرتين شغل يد. الله يعوضك خير وان شاء الله تكون السيارة ضبطت واي شيء ولا شيء المحل محلك. طبعا ذكرنا الاخ صاحب السيارة معلومة نبغى نسمعها منك بعد اذنك. الله يعطيك العافية. مرة انا بعض اللي يسوون برمجة قالوا ممكن برمج لك المراوح على 72 او نحط لك البلف الرياضي. اي البلف الرياضي يصير يفتح اسرع بسرعه. عموما كلامك انت تقول انه ما يصلح لانه الكلام هذا كانك خدرت العطل، كانك بنجت السياره، تخلي المراوح تشتغل قبل وقتها والبلف يفتح قبل وقته عشان تنزل الحراره، لكن انت عندك مشكله في الطرمبه لا تعمل بشكل جيد. فايش اللي راح يصير؟ راح تستهلك المراوح وراح تستهلك الكتاوتات وراح تحرق علبة الفيوز بشكل أسرع، لأنه الحرارة بتكون عالية في الكتاوتات لأن الكتاوتات شغالة بشكل دائم. فلذلك لازم تصلح المشكلة الأساسية، أما التعديلات اللي تتم على المراوح بالكمبيوتر عشان تحل مشاكل الحرارة هذه مجرد ضحك على الذقون باختصار شديد. طبعا فيه البعض يقول لا والله أنا معدل على مراوح سيارتي ومسوي ومغير بلف، هذا شأنك، هذا موضوعك الخاص. للناس اللي تستخدم السيارة استخدام شاك أو استخدام رياضي، لكن أنا أتكلم عن الحالات الطبيعية لازم تحل المشكلة الأساسية ما هو تخدرها. الآن ما شاء الله بعد مشوار طويل لا زالت الحرارة من أبدع ما يكون، مع أنها كانت ترفع بشكل كبير جدا. إلى وين كانت توصل؟ فوق 100 إلى 100 و... يعني 3/4 تقريبا. نعم. كانت توصل 3/4 مع أنه غير الطرمبة وغير البلف، ولكن للأسف كانت الطرمبة مغشوشة، ما هو بالضرورة أنه محل القطع غشاش، ممكن تكون معيوبة فيها عيب، ممكن أصلا يكون هو بنفسه نغش هو ما درى عنها، منزل له إياها موزع على أنها قطعة جيدة ولكن للأسف كانت قطعة تالفة.